في الجولان تبادل لإطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، ويعلون يتوعد بالرد الفوري على أي نيران تطلق من سوريا على هضبة الجولان. وللمزيد من هذا الموضوع أو عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس مراسلنا مجدي الحلبي. مجدي، بما تنبئ هذه التطورات في تلك المنطقة التي ذكرناها تحديدا؟ نعم، التبادل لإطلاق النار وإطلاق النار نحو إسرائيل ورد إسرائيل على هذه النيران هو تطور خطير ينذر بخطر كبير، خاصة وأن هناك في إسرائيل الآن وزير دفاع جديد وهو موشيه بوغي يعلون، الذي هدد بالرد على مصادر النيران على كل رصاصة تطلق على الجيش الإسرائيلي في منطقة هضبة الجولان. وهذا أمر خطير ليس كما كان سابقا، إذ أن وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك معروف بأنه كان يتروى في هذا الموضوع، وأن كل دخول لإسرائيل في الموضوع السوري هو محاولة لمساعدة جهة على حساب جهة أخرى. هناك من يقول أن هناك من يحاول أن يجر إسرائيل إلى الدخول إلى سوريا من أجل إنقاذ نظام بشار الأسد، وهناك من جهة أخرى من يقول أن إسرائيل تساعد وتساند الثوار على الذين يقاتلون قوات النظام وقوات الجيش السوري هناك. من جهة أخرى ما فهمناه من ميدانيا أن إسرائيل ردت بصاروخ من نوع تموز دمر الموقع السوري تماما، الموقع الذي انطلقت منه الرصاصة على النيران على الجيش الإسرائيلي. وكان البارحة أيضا هناك إطلاق نار على دورية إسرائيلية، ولكن إسرائيل لم ترد البارحة، إنما ردت اليوم، والتعهد بالرد على كل مصدر للنيران منذ الآن فصاعدا. هذا تطور ليس بالسهل، ولكن هناك اتفاقات إسرائيلية أمريكية وأيضا إسرائيلية أمريكية تركية بأن تكون إسرائيل خارج لعبة سوريا مهما حصل، وحتى أن قصف الموقع موقع الأسلحة الكيماوية الذي نسب إلى إسرائيل، حتى اللحظة إسرائيل لم تعترف أنها هي التي قامت بقصف هذا الموقع، وهذا اتفاق إسرائيلي أمريكي بأن تكون إسرائيل رسميا خارج لعبة أو صورة اللعبة أو صورة الوضع في سوريا، مع أن المسؤولين الإسرائيليين صرحوا اليوم بشكل واضح أن الوضع في سوريا متدهور جدا، وأن هناك أصبح النظام شبه مفكك تماما، خاصة بعد أن سيطر الجيش الحر على ما يبدو على مناطق كبيرة في جنوب سوريا وفي شمال سوريا وحتى في وسط سوريا، واقتربوا كثيرا من العاصمة دمشق على الأقل، هذا حسب ما تقوله المصادر الإسرائيلية. هل إطلاق النار باتجاه إسرائيل هو مقصود ويعتبر عمل استفزازي، وما المطلوب من وراء هذا إطلاق النار مجدي؟ ما تقوله إسرائيل أنها لا تعرف إذا كان هذا إطلاق النار مقصود، ولكن اليومين الأخيرين أطلقت نيران نحو دوريات إسرائيلية محددة، ولم تكن نيران من قذائف هاون مثلا التي تطلق من هنا ومن هناك ردا على مصادر نيران للثوار وبالطريق الخطأ يسقط داخل إسرائيل. هذه المرة على ما يبدو، وهذا ما فهمناه من مصدر إسرائيلي كبير، أن إطلاق النار كان موجها على الدورية الإسرائيلية، وإطلاق النار كان من مواقع للجيش السوري وليس مواقع للثوار أو للفرق والفئات التي تقاتل في هضبة الجولان أو في سوريا. الزميل مجدي الحلبي، شكرا جزيلا لك.